سونيا بنت المرحوم واصف. لي الشرف بمعرفتك. الله يرحم الوالد. خليل مدير العام للشركة. صغير هالمدير العام. عادة مدير العام بيكون أكبر بالسن. زياد مدير التخزين. سعيد بمعرفتك. افتكرتك حزين عبي. أكيد حزين عبيك وسعيد لأني تعرفت عليك. منى مركزها بالمخزن ومسؤولة عن التوزيع. معود بسلامتك. كريم مسؤول عن الوزن والإبان ومركزه المخزن. الحمد لله على السلامة والله يرحم المعلم. شكرا. كامل مسؤول عن نقل البضاعة ومركزه المخزن. الحمد لله على السلامة. شكرا. وبعد في 4 موظفين موجودين بالمخازن ما بيقدروا يتركوا. تفضل. تعرف فرنساوي يا خليل؟ طبعاً الفرنساوي لغة ضرورية للتجارة بهالأيام. أنا ما بعرف شي عن التجارة أبداً، بس بعرف إنه المدير لازم يكون يعرف فرنساوي. نعم أكيد. تفضلي. بصراحة أنا ماني خبيرة بالتجارة ولا خبيرة بالمحاسبة. شفت وراق وأرقام وفواتير ومصاريف ومداخيل، ما فهمت شو مطلوب مني إني أعرف. المرحوم والدي كان يعمل كشف ويدقق بالحساب يوميا، ما حدا شاف الحسابات من شهر لليوم. أنا بهمني آخذ براءة ذمة عن الأيام الماضية. إذا سوريا موافقة أنا موافقة. أنا مثلك ما بعرف شي عن هالموضوع. إذا عندك ثقة فيه وبتمضي أنا بمضي. أنا عندي نصيحة إذا بتحب تسمعيها. تفضل. طلبي من المحامي اللي عم يعمل حصر إرث إنه يعين خبير محاسبة لآخر الشهر. بهالوقت بيكون الخبير عم يدقق وأنا عم بشرح لك طبيعة العمل. ودربك مع السيد زياد على إدارة الشركة. أنا بخدمتك يا أنسة. تقيلة هالكلمة أنسة. أنا اسمي سونيا وبس. أنا أحب يكون صديقة لإلكم. إذا بتقبلوني ناديني باسمي. خليل؟ نعم. فيك تعلمني وتعمل استاذة من اليوم؟ أنا حاضر. كل يوم في مبيعات، بزيت اليوم في مصاريف، وهذا الدفتر هو الدفتر اليومي. يعني دفتر المدخول والمصروف. هيدا الكلام صحيح. المصاري اللي بنقبضها بتتسجل بالمدخول، واللي بندفعها بتتسجل بالمصاريف. عافيكي. كلمة مصاريف في محلها. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. أهلا سوريا، تفضلي قعدة، نحن مشغولين شوي وبعدين بروح معك. خذي كل وقتك، ماني مستعجلة. بهيدي الصفحة شايفة إنه المصروف اليومي أكثر من المدخول بكثير. هيدا النهار هو آخر الشهر، وكل آخر شهر ندفع معاشات للموظفين والعمال. واضح، شي طبيعي يكون مصروف آخر الشهر أكثر من أي يوم بكثير. هلا انا لازم اروح مع سوريا على السوق، بكره بنكمل. راحتك. يلا سوريا فينا نمشي. مرحبا زينب. أول مرة بتزورني بهالبيت. بده يكون صاير شي عجيبة حتى جيت لعندي. ماما خاله جاي يتصالح معك. هالقد كنت زعلان مني حتى جاي تصالحني؟ كنت زعلان إيه، بس ولا مرة قطعتك.
اليوم جاي افتح صفحة جديدة بيني وبينك، صفحة بيضة بدون عتب وبدون زعل. فعلا صار عجيبة، والعجيبة عملتها نسرين. كلكم خلصتوا من الضابط بس أنا لا، بعد ما خلصت منه حياتك بدونه أسهل وأفضل وأحسن. أفضل لإلك ولشادي ولأهل الضيعة. الأيام بعد قدامك، الأيام ومستقبل وحياة جديدة بدون ما حدا يلومك. وإذا قلت لك بعدني بحبه؟ بكرة بتنسي، وأنا رح ساعدك حتى تنسي. رح كون معك ورح كون حدك كل الوقت. تأخرت كتير على الشغل، صار لازم أرجع المكتب. خاطرك. إذا أنا مني عجبتك تبرى مني وروح لعندها. مين قصدك؟ يلي كنت عم بتبوسها، يلي غمرتك وضمتك لصدرها. ما الغلط؟ أنت عارفة أن نسرين بتحبني وأنا بحبها. بعرف، هي أمك وأنا الغريبة عنك. ماما، أنت بتعرف قدي أنا بحبك؟ لا ما بعرف. هذا الكلام منه من قلبك. أنا بحبك وخالي وسام بحبك. اليوم قال لك كلام كتير حلو، ما بده إياك تزعلي من شيء أبدا. مش مهم الكلام، مهم المعاملة. معك حق ماما، مهم المعاملة. أنا وياك لازم نعيش حياة كتير حلوة، حياة طبيعية بدون هم وبدون زعل. مش حياتنا ما كانت طبيعية؟ فات بيناتنا شخص غريب عن الضيعة، غريب عن البلد، كل الأهالي بيكرهوه، هو بيكره الأهالي كلهم، وأنا واحد من هالأهالي. بيكرهوه لأنه عم يعمل وظيفته. وظيفته يفتش ويراقب ويقطع نفسنا. مين اللي علمك هالشي؟ نسرين؟ نسرين منا عايشة معنا بجو المدرسة حتى تسمع حكي التلاميذ والأساتذة. أنا ما بيهمني رأي حدا، أنا بعرف إني بحب هالشخص وبس. ما حدا بحب عدوه. الإنسان اللي بحبني منه عدوه، أعدائي هن المحسودين مني، وخصوصا نسرين الغبية. فكرت حالها حرمتني منه. فكرت؟ فكرت. وإن كيف يا ما رح اتخلى عنه. إذا بدها إياها حرب بيني وبينها، أخيرا أنا الربحانة. تربحي شو؟ رح آخده، بدي اتجوز وحط حصرمي بعيونها. ماما، ضابط صار بآخر الدنيا. حتى لو صار بآخر الدنيا، أنت ابني، وإذا بتحبني مثل ما قلت لازم توقف معي وتساعدني ضد كل الناس. ماما، هذا الضابط راح. راح ماما، ما حد شوفيه بحياتك. قادر أشوفه إذا بترك الضيعة أنا وياك. لازم روح لبعيد، بعيد عن الحسد والحقد. لوين بدنا نروح ماما؟ هون أرضنا وهون عشنا وهون ربينا. منروح لبرا، برات البلد. برا لوين؟ منروح على فرنسا. يلي بيعرفوا فرنسا بيقولوا بلد كتير حلو وكتير كبير، منبيع كل شي ومنسافر سوا، منعيش أنا وياك أحلى حياة. بدك تروحي لعنده؟ ماني طايقة هالضيعة ولا قادرة أعيش فيها. عم بتفكر فيه أكتر ما عم بتفكر فيه بمستقبلي. أنت بتعرف اللغة، هونيك بيمشي حالك وبتأمن مستقبلك. بدك الجواب؟ إذا بتحبني بدي الجواب اللي بيرضيني. أنا باقي هون وأنت عليك تختاري واحد بيناتنا، يا أنا يا الضابط. سبق وحذرتك منه يا نسرين، هيدا الضابط رزيل كتير، بده يعرف مين الست اللي عم تفتش على شاب اسمه أمين. بدي إياك تنتبهي منه. شكراً يا مختار. ليه بعدك واقف؟ تفضل ارتاح. بدي ارجع ارتب ورائي، اليوم فتشوا المكتب كله. ايمتى؟
مشي ساعتين. خليكي واعي يا نسرين، هيدا الضابط والدورية اللي كانت معه هن اللي قتلوا المختار. حوش مجرمين، وهن اللي قتلوا ربيع. جاي حذرك منه، أمين مطلوب حقيقة وميت. خايف هالضابط يعرف إنك عم تفتش عليه. بدك ما حدا بالضيعة يحكي؟ ما عنا خونة بالضيعة. عكل حال نسرين لازم تنتبه منه. فهمت علي يا نسرين؟ نسرين؟ نعم. بدي روح وبالي مرتاح. فهمت علي؟ فهمت. الله يحميك. خطركم. مع السلامة. المختار رجع ومعه خبر مش منيح. خير يا مختار، شو في؟ شادي ترك البيت زعلان، لا جده ولا خاله كانوا يلاقوه، وانا كمان فتشت عليه، ما تركت حدا، ما سألت عنه، ما حدا شافه. هذا التصرف منه تصرف شادي، ولا يمكن ابدا يعمل هيك شيء. بعرف هذا الولد كتير عاقل، خايف يكون تعرض لشي حادث. حادث؟ شو قصدك؟ لا سمح الله يا مختار، شو يلي خليك تفكر هيك؟ مثل ما خبرتكم، ظهر من البيت زعلان، قلت على زعله يمكن يكون تفركش وقع من فوق شجل. امه وين؟ امه ما كانت تلاقيه. وخاله وجده؟ بعدهم عم بفتشوا عليه، مع كم واحد من اهل الضيعه، ومعهم يوسف كمان. اكيد رح يلاقوه، ورح يلاقوه بخير ان شاء الله. في محلات كتيرة كان يحبها ويروح عليها، أنا بعرف وين لقيه. أنا توقعت لقيه عندكم هون. كل يوم كان يجي لعنا، بعدني متأملة يدق هالباب ويفوت. تفضل ارتاح يا مختار. بدي روح شوف إذا حدا لقيه أو بعضهم عم بفتشوا عليه، بالإذن. مع السلامة يا مختار، إن شاء الله خير. بعدني متأملة يدق هالباب ويفوت. ماما لوين راحت نسرين؟ ما قالت لك؟ لا، طلعت من البيت وما حكيت معي. راحت تفتش على شادي. ليه عم بتفتش عليه؟ ترك البيت زعلان ولهلأ ما حدا مشافه. انت اليوم شفتيه؟ لا، بعدني ناطرته، هلأ بيجي لعندي. وأنا ناطرته مثلك، إن شاء الله ما يتعوق. شادي! 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 الله. نعم. من وين جاي؟ جاي من عند بومره. شفت ابني شي محل انت وجاي؟ لا، خير يا ست، بيظهر تعوق تيرجع على البيت. اذا شفته بهالدرب انت ورايح اعطيني خبر. ايه على عيني، ان شاء الله شوفه.